انتوا بتفكروا قبل منهم بالزبط. بس خليني طبعا يعني معانا عبر الهاتف الكابتن محي صلاح مدرب فريق الاول او الحراس المرمى اللي في الاول بكره اليد بنادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن محي. اهلا كابتن هيثم. كنا في سيرتك حقيقه من حوالي 5 دقائق كده كابتن عبد الرحمن كان بيقول يعني ان انت مستلمه اليومين دول طبعا لانه وعد لك وبتاع فصبح وليل فكلمنا عن التدريب ده يا كابتن محي. كابتن هيثم تحياتي ليك وتحياتي لطه. على فكره انت معاك موهبه حراسة المرمى قاعد معاك عبد الرحمن طه ده، واحب اقول الاول ابارك للمنتخب المصري وبارك للطيار. الطيار النهارده عمل مباراه كبيره وهو حارس مصر الاول، وطيار صد كور في توقيتات صحيح هو اللي رجعنا في الماتش صحيح. واحب اقول لك بالنسبه عبد الرحمن طه، حراسه مرمى مصر ومستقبل حراسه مرمى مصر موجود في النادي الاهلي، الطيار وعبد الرحمن حميد وعبد الرحمن طه، دول مستقبل مصر في حراسه المرمى، وهم بيتمرنوا على احدث تدريبات عالميه اكنك بتتمرن بره مصر. النادي الاهلي الحمد لله موفر لنا تول وادوات على احدث حاجه موجوده وابديت في العالم كله. فهم المستوى اللي ظهر بيه الطيار، وخلي بالك حميد قاعد في المدرجات، حميد لو نزل مش عايز اقول لك يعني زيه زي الطيار وعبد الرحمن طه نفس الكلام. هم بيتمرنوا طول السنه وتعبانين وكلهم، والمستوى اللي ظهر بالطيار ده طبعا مش من فراغ. وعبد الرحمن طه مش عايز اقول لك هو بقى لوحده اليومين دول زي ما هو بيقول لك، فصبح وبعد الظهر وتمرين تمرين تمرين، وهو بقى اللي يقول لك بقى التمرين عامل ازاي. ما هو لسه بيقول لي والله انت لو كنت حضرت اللقاء من الاول كان بيقول يعني بتقول حاجه انت عبد الرحمن. ولا ما كابتن محمد ما عندوش هزار والله يعني لا طول ما عايز بقول له اشرب ميه بس يقول لي لا. كابتن محي يسيبه يشرب ميه. كابتن محي طيب يا كابتن محي ده لا بيشرب بس انا عايز بس فرصه وانا وانت معاك عبد الرحمن طه، عايز بس اقول حاجه. على فكره عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد والطيار الثلاثه بيجوا لهم عقود احتراف من بره اوكي. لسه عبد الرحمن طه معتزل عرض احتراف جاله في فرنسا عشان خاطر النادي الاهلي. طبعا ما حدش يعرف طبعا الموضوع ده، وهو طه هتلاقيه اصلا ما يعرفش اللي انا عارف الموضوع ده. فمش عايز اقول لك كمان السماسره، في سماسره من شمال افريقيا معاهم جنسيات اوروبيه بيقعدوا كل شويه يكلموا الثلاثه، وساعات بقى بيعملوا ايه بقى؟ بيكلموا مثلا اثنين في نفس الوقت. بس طبعا يعني كابتن طارق محروس والمدير الفني وانا بنتعامل الموضوع باحترافيه، واحنا عارفين ان القصص دي كلها وبحنكه، ويمكن اول مره طه يعرف الموضوع ده. فاحنا طبعا بنتعامل الموضوع باحترافيه وبمهنيه وبحنكه، بحيث اللي ايه مش عايزين حد يعمل لنا من بره النادي بلبله في اهم مركز في النادي الاهلي وفي مصر. وعايز اقول لحضرتك ان الكلام ده مقدر جدا من ناحيتنا كبرنامج الابطال، واكيد مقدر من النادي الاهلي اللي بيشتري النادي الاهلي. يا كابتن خلي بالك النادي الاهلي بيشتريه لاقصى الحدود. وخليني اقول لك ان احنا السنه دي عندنا هدف، يمكن بطوله الدوري العام. كابتن طارق محروس كان معانا، ربنا يوفقك، واكيد انتوا شغالين على ده، وكمان بطوله افريقيا. ولا ايه رايك يا كابتن محي؟ انا عايز اقول لك ان كابتن طارق محروس باجتماعاته مع اللعيبه وكلامه مع اللعيبه ان شاء الله بطوله الدوري وبطوله الكاس وبطوله افريقيا لا تراجع ولا استسلام. يا رب يا كابتن. غير مقبول باي حاجه غير ان شاء الله الموسم ده نطلع بالثلاث بطولات دول باذنك يا رب باذنك يا رب. طب عايز اقول لك يعني اللعيبه محطوطين، اللعيبه على فكره انا كنت مره سمعتك يا كابتن هيثم في اخر لقاء فبتقول ان احنا بنتمرن عشان خاطر نعوض فرق السرعات بلعيبه المنتخب. طب اقول لك حاجه يا كابتن هيثم، قول لي. اقسم لك بالله اللياقه بتاعت لعيبه النادي الاهلي اللي موجوده زيها زي لعيبه المنتخب بل احسن كمان. انا واثق يا كابتن. اللعيبه اللي محطوطه اللي موجوده في النادي الاهلي بتتمرن تحت قياده كابتن طارق، محطوطه تحت ضغط بدني زيها زي لعيبه المنتخب واحسن كمان. انا عايز اقول لك يا كابتن والله احنا يعني مؤمنين بيكوا جدا. انا هيثم يعني على المستوى الشخصي انا مؤمن بالجهاز الفني اللي ماسك دلوقتي النادي الاهلي الحقيقه منتهى الاخلاص. وكابتن طارق محروس وحضرتك انا متابعكم من زمان جدا جدا، وطبعا باقي الجهاز الفني انتوا ناس مخلصه وبتشتغلوا، وانا واثق ان ربنا سبحانه وتعالى يعني اكيد مش هيضيع تعبكم ده هدر. وخليني اقول لك ان انت عندك مشكله برضو يا كابتن محي، مش مشكله هي مشكله حميده طبعا، ان انت عندك ثلاث حراس مرمى عالميين
وطبعا المشاركه في المباريات بتبقى للاحسن، فالكومبيتيشن عندك عالي جدا. فالحقيقه انت عندك مشكله ما اعرفش انت بتعمل فيها ايه. بص، هم الثلاثه كل واحد ليه ميزه غير الثانيه، ماشي؟ كل واحد ليه ميزه غير الثانيه. الثلاثه في التمرين، مش عايز اقول لك التمرين، الثلاثه بتمرنوا ومنافسه شريفه 100%. وطه لما بيطلع في اي مكان يقول عبد الرحمن حميد موجود، الطيار لما طلع قال عبد الرحمن حميد موجود. هم المشكله مش اللي هم الثلاثه موجودين، المشكله اللي هم ورا بعض، يعني واحد مواليد 96، واحد مواليد 98، واحد مواليد 2000، تمام؟ هتلاقي بقى ايه، الطيار متبني اللي اصغر منه اللي هو عبد الرحمن طه، وعبد الرحمن طه متبني عبد الرحمن حميد. طبعا وهم ودايما بيشجعوا بعض، يعني هم دايما بيشجعوا بعض في الماتشات. احنا الهدف في الاخر اللي موجود اللي في الملعب بيصد، والاثنين التانيين بيشجعوه. الله ينور عليك يا كابتن، الله ينور عليك. وخليني اقول لحضرتك انه دي موجوده يعني بينهم وهم مفيش مشكله خالص، بس المشكله بقول لك ايه، بيجينا مثلا هتلاقي مثلا ايه، يمكن اول مره يسمع الموضوع، تلاقي مثلا واحد من شمال افريقيا متجنس جنسيه مقدونيه، متجنس جنسيه بولنديه او مجريه، يقوم يكلم ده ومكلم ده ومكلم ده، ليه؟ عايز يوقعهم في بعض. لا لا لا، ده الجهاز الفني اللي موجود ده جهاز محترم. لا طبعا كابتن طارق محروس، احيانا انا بستمتع بتحليله، يعني عايز اقول لك من اكتر الناس اللي بيحللوا الماتشات، بيخليني بجد قاعد منتبه وبتعلم منه حقيقه. ففرصه بقى في البرنامج بتاعك وفي قناه النادي الاهلي، ما حدش يا جماعه يجي جنب المركز ده بالذات في النادي الاهلي. واحنا بنضم صوتك، انا بقول له اهو صوتنا لصوتك يا كابتن. كابتن طارق محروس وانا اللي هيجي جنب المركز ده من بره النادي هنطعقوه. لا ان شاء الله يا كابتن، واللعيبه مساعدانا والدنيا جميله. وكابتن وحي صلاح بصراحه يعني اول مداخله لحضرتك معايا، بس انا مستمتع بكلامك وبحماسك. لا لا، ربنا يخليك، ربنا يخليك. ان شاء الله باذن الله، باذنك يا رب، ان شاء الله الثلاث بطولات باذن الله جوه النادي. بس ان شاء الله هنجهز لحلقه كويسه حضرتك تبقى ضيف فيها يا كابتن، وهنجيب التدريبات والتمرينات ونبعت ان شاء الله كاميرا نشوف تدريبك مع الثلاث عظماء حراس المرمى اللي عندنا، وهنعمل حلقه كويسه جدا نبرز فيها الشغل بتاع حضرتك يا كابتن محي. ان شاء الله ان شاء الله. انت قاعد معاك عبد الرحمن طه، ده موهبه، يعني الحراس خلي بالك، في حراس حاجه اسمها تصنيع وحاجه اسمها صحيح. موهبه صحيح. عبد الرحمن طه موهوب من وهو صغير، خلي بالك ما شاء الله، عنده 7 8 سنين. انا كنت شايف ان هو موهوب في الحراسه، هو الموضوع مش موضوع تمرين، لا هو موهوب. عبد الرحمن حميد موهوب، الطيار موهوب، بس خلي بالك اقول لك حاجه بقى، الطيار عشان باشمهندس بقى وبتاع، بس الطيار برضه ذكي، تمريرات الذكاء هو ايه، ذكي برضه. تمام انا عارف، ما خلي بالك برضه اللي يصد الكور اللي اتصدت النهارده دي يبقى يعني دماغه برضه سم زي ما بيقولوا. تحت الضغط كمان. يعني انا بقول لك مستقبل حراسه النادي الاهلي في امان ان شاء الله، مستقبل حراسه مصر ان شاء الله يا كابتن، ان شاء الله. كابتن محي صلاح بشكرك شكرا جزيلا، مدرب حراس المرمى في النادي الاهلي. الحقيقه المداخله مهمه ودخله جميله جدا طبعا.